نرجع السؤال عبد الله بن قبل من عرف نفسي بأنني نائب وطني كنت يعني بديت واحد مشروع مع فريق عارف فريق يعني نقول مسؤول بعد مستوى عالي وفريق اللي أقول بأن الفريق عنده وجه مستوى عالي الفريق جيد اللي هو فريق الجيش الملكي واللي أقول الفريق ما كنتش عارف أفضل من النائب الوطني يعني وقعت معهم من ضمن العقد اللي بدينا واحد مشروع يجي نخلطوا فريق جيش ملكي اللي ما بقاش مشروع على واحد مدة 4 سنوات من قبل اللي ما بقاش كيلعب على الاوقات ما بقاش فريق اللي عندهم من المعارف ما بقاش فريق من اللي عندهم يديروا واظن انه هما في كل شيء يديروا 5 اشهر فما نقدرش نحكوا يعني كل هذا الاداء وانتم ما نحكوا فريق اصبح عن المصدر فارق اصبح انا والجمهور يعشقوا الجمهور الى الكرة حديثا مش الجمهور الجمهور الذي يكون وفارق اللي وصلت النهاية فاظن انه ولكن صح باش المشروع اللي بديتي مع بعض المسؤولين غادي تبدا يبدا يكون باش غادي تدريجيا شوية شوية خصوصا انك عارف ان الناس المسؤولين ديال فرع الاسلامي ناس ربيع الحكومة وناس كذلك متشدين القضية الوطنية وكذلك عندهم حياة وطنية اللي غتكون تجي واحد وقت تقدر يكون في الخارج يقدر يكون مستوى بانه غادي 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 ياخذ القرار المناسب في الوقت المناسب باش النقد الوطني يتفرغ للمهمه الوطنيه اللي كتبقى دائما هي اهم مهمه داخل الوطن.